لا تضايقي حالك فيها، اتركيها. أكيد رح تخبيها لهي الجريدة، حتى تطبعي هالصورة على كروت خطبتك بتعمل ضجة. فكرة حلوة. إذا ما بدكم تجوا أنا رح أطلع، عندي شغل طول النهار. لا جايين، والمدموزيل كمان، مانك حابة تشوفي تيابي؟ بس أنا رح أرجع على البيت وقت اللي بدكم تروحوا على النادي. بدي ألقي كلمة، ما رح تسمعيها؟ هي رح تسمعها بالحفلة. رح تحضري ما هيك؟ إيه، نهال كتير أصرت علي. ومنختار فستان المدموزيل كمان. إيه، رح يكون هدية راس السنة مني إلها. لا بلا، لا تخجليني. شوفكن تحت. أنا رح شوف المطبخ ودبر الشفار قبل ما نطلع. خلص منروح بسيارتي بلا الشوفير هلأ. دقيقة. كان ناقصنا تجي على الحفلة. نيالنا نيالنا. شو صاير لك هاي الفترة يا سمر خانو؟ صاير في رسميات بيناتنا؟ أحياناً عم تكون كتير مزعجة. كانت مزحة صغيرة، بس صاير الواحد ما بيقدر يحكي كلمة بهالبيت. حابة أعرف أنت ليش متضايقة لهالدرجة؟ أنا ماني متضايقة. لا متضايقة، بتعاملك معي ومع بابا ومع مهند كمان. لا أبداً، أنا بس قلقانة شوي. طيب ليش؟ ليش؟ أنت بتعرفي قدي أنا بحبك يا نيهان. أبوكي ما عم بيحس ببعض الأمور لأنه بده يحقق لي كل شي بدك إياه، بس كتير رح يزعل وقت بده يشوف شي مو متوقع. كلياتنا رح نزعل. هلأ أنت ما عم تحسي إنه عم تزعجيني أكتر؟ بس أنا عم أحكي مشان مصلحتك يا روحي. بصراحة ما في وضع بيتعلق بمهند ونيهان. هالشي بلش مزحة صغيرة، ماما راهنت على إنه رح تخليكم تحبوا بعضكم. صدقيني هيك الموضوع؟ لا. هلأ لو كان مهند عم بيحس بشي تجاهك ما كنتي حسيتي بهالشي؟ من وين بتعرفي إني ما حسيت؟ صغيرة، أكيد رح ترفضي شو ما حكيتلك بهذا الوقت. ماما كتير عارضت علاقة بيسام مع مهند من زمان، وأنتي بتعرفي هالشي. ما كان بدها مهند أبداً، لأنه كانت بتعرف إنه راح يزعلها، وكان في أسباب حقيقية مشان تفكر بهالشي. أنا اللي بعرف قدي مهند زعل لبيسان، وقدي خانة من زمان، ومع كم وحدة خانة. هلأ ماما نفسها عم بتحاول تعلقك بمهند، وبدها تزبطكن مع بعض. يعني علاقتكم ما أنا ناجحة أبداً. ما رح تتزوجي مهند، الله يخليكي، لا تضحكي على حالك. بكفي، انت كيف عم تحكي معي بهي الطريقة؟ شو بيعرفك شو في بيناتنا؟ شو بيعرفك؟ ماني حابة تتدخلي بهالموضوع من اليوم ورايح. نهال اسمعي، بكفي، ماني حابة تحكي بهذا البيت ولا كلمة بتتعلق فيه وبمهند. يلا مدموزيل خلينا نروح. Thank you.